البداية تحية لكل أهلوية، حلقة جديدة السادسة، تحياتنا ليكم في بداية الحلقة ومبروك. يعني ما فيش جديد كالعادة، الأهلي جامد بزيادة، ثلاثية حمراء الحقيقة في شباك الزمالك فرحت الحقيقة كل الأهلوية. ونبارك بداية لأصحاب الفرح، جماهير النادي الأهلي العريضة، جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي دايما حاضرة ورا فريقها في الاستاد، والملايين اللي بيتابعوا وبيشجعوا النادي الاهلي حتى من ورا الشاشات او حتى على صفحات السوشيال ميديا. مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حقيقي امبارح كان عرض اكتر من رائع، عرض في توقيت مهم جدا، والمكاسب تتخطى بكتير فكره انك تاخد 3 بونت في سباق الدوري او انك انت تكسب الغريم التقليدي نادي الزمالك وتبعده وتصدر له مجموعه من الازمات والمشاكل اللي اعتقد انها هتكون صعبه قوي انها تتخطاها. الأهم هو التوقيت، في توقيت مهم جدا وتوقيت حساس جدا قبل ما تروح كأس العالم. بعتقد وبعتبر إنه ماتش امبارح هو الاختبار الأصعب لمارسيل كولر. خد بالك احنا لعبنا ماتش امبارح في ظل غياب فريق كان أساسي كامل. ليه بقول كان أساسي؟ لأنك لما تبص الأسماء اللي غابت عن مباراة امبارح هتلاقي هي الأسماء الأساسية اللي اعتمد عليها مارسيل كولر في بداية الموسم. في خط دفاعك مثلا غاب عنك اكرم توفيق، غاب عنك متولي، غاب عنك عبد المنعم، غاب عنك ياسر ابراهيم، عندك عمرو السوليه، عندك كريم فؤاد، عندك برونو سافيو، عندك بيرسي تاو، واعتبر كمان طاهر لانه حتى الدقائق البسيطه اللي لعبها طاهر كانت تقريبا المباراه شبه انتهت. وشادي حسين طبعا واحد من اللعيبه الاساسيه اللي كان بيعتمد عليهم مستر مارسيل كولر. فاحنا لما قلنا في اول الموسم ان الاهلي عنده فرقتين ما كناش بنبالغ، عشان في اوقات كتير بالذات اوقات المطبات الصعبه، رغم ان احنا لغايه النهارده يعني انا بشوف ان موسم الاهلي ما عداش عليه مطبات صعبه، خسرنا مجموعه نقاط كده، الاداء ما كانش في افضل احوال ماتشين 3-4، لكن في النهايه انت بتتكلم على انه من بدايه الموسم او من بدايه تولي مستر كولر المسؤوليه لغايه النهارده انت بتتكلم على سلسله لها هزيمه طويله جدا، فتقدرش تقول ان الفرقه مرت بمطبات صعبه. أهني وبارك للاعبتنا اللي كانوا نجوم فوق العادة ومحدش فيهم أثر، رغم أنه التحدي والظرف كان صعب جدا، وخصوصا على اللعيبة اللي كانت قد التحدي. وفي مقدمتهم الحقيقة لازم أقول خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة المتألق دوما ودائما وأبدا، واحد من رجالة الأهلي، صنع في مصنع النادي الأهلي، صنع في مصنع الرجال. رامي ربيعة الحقيقة واحد من اللعيبة اللي بتراهن عليهم في أي وقت، وفي أي وقت تحتاجه بتلاقيه. خالد عبد الفتاح قدم مباراة ولا أروع ولا أجمل في ظهور أول لي في مباراة في منتهى الصعوبة على أي لاعب جديد داخل القلعة الحمراء، بتلعب مباراة ديربي، مباراة ليها وزنها، إما تاخدك وتطلع بيك لفوق أو إما تنزل بيك لسبع أرض. وخالد الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا جدا امبارح. هاني الحقيقة مش عارف أقول فيه إيه، لأنه هاني أعاد اكتشاف نفسه. هاني الحقيقة مش في ماتش امبارح بس، هاني في كل الماتشات، قول خمس ست ماتشات فاتوا، اعتقد يعني اعتقد استعاد ثقه جماهير النادي الاهلي والجماهير تراهن عليه، والمنافسه في الحته دي هتبقى صعبه جدا ما بين خالد وهاني واكرم توفيق ان شاء الله اول ما يرجع لنا بالسلامه. ديانج عالمي، بس مش هقول غير كده، اليو ديانج عالمي، اليو ديانج في حته تانيه من وجهه نظري طبعا يستاهلها. انا مش بقول فكره رجل المباراه او جائزه رجل المباراه يستاهلها ديانج، طبعا يستاهلها، لكن انا من وجهه نظري الشخصيه والمتواضعه انه حمدي فتحي هو رجل مباراه امبارح بلا منازع. حمدي فتحي الحقيقه واحد من اللاعبين اللي يعني بيطور مستواهم بشكل غير طبيعي، راجل جدا في الملعب، مجهود ما بيخلص، تحركات مسانده، تحركات بدون كوره، قول زي ما انت عايز تقول. وهقف معاكم النهارده اكتر من حمدي فتحي عشان اقول لكم ليه حمدي فتحي من وجهه نظري رجل المباراه. مش عايز انسى حد، معلول، كهربا، شريف، وشريف واحد من اهم مكاسب مباراه امبارح، حسين الشحات وغيرهم وغيرهم. بس قبل ما ندخل في مكاسب حلقه ماتش امبارح ونبدا تفاصيل حلقتنا، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.